ولكن وسترى بعينيك يا شهريار. أنت تضحكني أيها الوزير، ولكن من الظلم يا مولاي. صحيح، رأيت بعينك. هل شحت الحياة بالنساء؟ شهرزاد، لم يبق في المدينة فتاة واحدة. تجلد يا أبي. اسكين، لن تذهب يا شهرزاد. قبلني يا أبي. لا يا ابنتي. قم يا أبي. كلا. قبلني يا أبي. لا يا شهرزاد. شهرزاد. نعم. أنت مولاي. إذن أعلم يا مولاي. لكن كيف؟ ولكن ساعة واحدة إلى جانبي هي الحياة. ما أشهى حديثك يا شهرزاد. الناس يهربون بالعذروات من وجه الطاغية. لا لا، ذلك الظالم الذي تحجر قلبه وأصبح لا يعيش إلا في دماء ضحاياه. أنا لا أصدق هذا. طاغية، ولكن تحجر قلبه. ولكن كيف؟ دماء ضحاياه. لا ينجي الخوف من القدر. شهرزاد، وسأموت في اليوم الذي حددته السماء. شهرزاد، إنما هي أنفاس معدودة في أوقات محدودة. ولكن وكلنا هالك وابن هالك. ولكن كيف؟ وقد يحيى المقتول ابنتي ويموت القاتل. كم
ويموت القاتل